اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا كلام كتير في الغربال، واعتقد حضراتكم ظهر لكم شكل الدوري والشكل اللي هيبقى مضغوط بيه لنهايه الموسم، لكن دلوقتي هناك كلام كثير ب عظمه لسانه. ناس فاهمه وناس مش عايزه تفهم، ودي اللي لخصها المهندس عدلي في الجملة الاستهلالية في الحلقة بإيه؟ تكلم حتى أراك يا هذا، تكلم حتى أراك، دي حكمة عبقرية. طبعا لأن الحقيقة قبل ما ننسى لازم نقول الحمد لله على السلامة صديقنا العزيز الأستاذ طارق قنديل، صديق مجلس الإدارة الأستاذ طارق قنديل. وعكة سريعة كده وعدت، دخل المستشفى وروح وطمنا عليه النهاردة الحقيقة. والدكتور سعد شلبي اللي 14 يوم أسير الكورونا لحد النهاردة الحمد لله ما عاد إلى عمله بعد أن تعافى. الحمد لله. سعد شلبي والأستاذ طارق قنديل ألف الحمد لله على السلامة. نخش بقى في تكلم حتى أراك. ساعات كده يعني تقودني الظروف إني أسمع كلام. فألاقي كلام يعني اقعد افكر ده يستحق الرد ولا مستحق، من كتر سذاجته ومن كتر يعني ان هو كلام مغلوط خالص، و يعني يمكن اللي بيقوله بيدغدغ مع مشاعر جماهير معينه. للاسف الشديد انا بقابل جزء كبير من الجماهير دي مستغربه من اللي بيتقال، ده بياتي بنتيجه عكسيه من كتر سذاجه الكلام. لكن وفي نفس التيار ومن نفس المعسكر تلاقي كلام ناضج وكلام فاهمة وموضوعية وتظهر الحقيقة. ودي أهم شيء. أيوه، أنت راصد لبعض المعلومات. والحكمة لما بتقول تكلم حتى أراك، في ناس من اللي بيقولوا هذا الكلام اللي أنا شايفه ساذج جدا كنت أكن لهم تقدير، لأن كنت بقرأ لهم ما بشوفهمش هما بيتكلموا. أول ما ينطق يبان أنا انت قولنا للشافعين ان يبدو مدد ساقي، اني مدد ساقي اتكلمت حبيبي. ايوه كده. يعني حتى الحكم بتاعت الكلام والصمت، لان الكلمه مسؤوليه يا استاذ ابراهيم، ده كلام كتير جدا. يعني في حكمه تقول لك ايه، وبرضه دي هتلاقي لها نماذج. بعض الناس اذا صمتوا بين قوم ظنوهم جهلاء، فاذا ما تحدثوا ايقنوا من جهلهم. تأكدوا أكتر. ده أرسطو يا هذا تكلم حتى أراك، لأن الإنسان اللي ساكت محدش عارفه إلى أن يتكلم. وفيلسوفنا الكبير المهندس عدلي اختار أن دي تكون استهلالية الحلقة، لكن هي الحقيقة بتكشف عن ظاهرة موجودة بشكل واضح جدا في علاقة الأهلي بالزمالك، ودي علاقة كبيرة وعلاقة تاريخية. وشفتوا الكابتن خطيب وهو سعيد وحريص على تلبية طلب لاعبات الزمالك في كرة الطايرة، والتصوير معاهم وتهنئتهم على المركز الثالث، وشد حيلكم يا بنات والروح الحلوة. ده جمال الرياضة والله اتعملت. لكن فكرة بقى كل ما حد يتكلم في حاجة، طب اشمعنا الأهلي؟ اشمعنا؟ أنا مستغرب لها بجد يا جماعة. الزمالك والاسماعيلي والاتحاد وكل انديتنا الشعبيه، لان انا دايما وابدا لازم نقدر هذه الانديه ذات الظهير الشعبي، لان ليها جمهور وليها مشاعر وليها ناس تملك عواطف ناحيتها. فالاهلي دايما وابدا تاريخيا له مع كل هذه الانديه كل الاحترام والتقدير. لكن فكره باستمرار اشمعنا الاهلي جمله غريبه جدا بلغت مداها في يعني مش عايز اقول حتى اللفظ الثاني، انه واحد مدافع في الزمالك سابق زي عمرو الصفت تعرفه مستغرب. تعرف مستغرب ليه؟ افتكر ليه دلوقتي اللي بده انه اتكلم؟ لا ده استغرب في حاجه بيقارن بينها وبين الاهلي والزمالك على انه الزمالك مظلوم. عارفين مظلوم في ايه؟ في اللي قاله عمرو الصفت. متهيألي ما فيش حد اخذ باله منها. جه في شهر رمضان النادي الاهلي كان والزمالك بيلعبوا في نفس التوقيت. النادي الزمالك هو المفروض اول الدوري وليه شعبيه كبيره، المفروض النادي الزمالك هو اللي يتذاع على القناه الرئيسيه. النادي الاهلي كان بيتذاع على الرئيسيه. لا مفيش رئيسيه، في واحد واثنين، مش حاجه اسمها رئيسيه. لا بس القناه الرئيسيه هي النادي الاهلي. لا 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 مفيش حاجه اسمها رئيسيه يا عمرو، في حاجه اسمها واحد واثنين. لا في رئيسيه وفي الاثنين، طب اشمعنى النادي الاهلي ما كانش على اثنين والزمالك هو اللي على رئيسيه؟ انه الاقوى.
الاهلي بيلعب النصر ولا الزمالك بيلعب الحرس؟ ما الاثنين متزعين. الاثنين متزعين. بس ان هو اللي على الرأسيه. ما فيش رأسيه، ما انا عشان بقول لك ممكن في ماتش منهم على استاد القاهره، فممكن يكون مثلا ترتيبه ما انا ما اعرفش بالظبط. لا الماتشين بالظبط الزمالك اتذاع على القناه الثانيه. انت عارف انا اقصد ان انت ممكن تبص لها ازاي يا صفي؟ ان لو ماتش مثلا في القاهره فطبيعه الاولى. لو ماتش الثاني بتاع الفريق الثاني انا ما عنديش مشكله اللي هو انا ما عنديش مشكله اللي هو كان يعمل ماتش وماتش. اما الماتشين هو النادي الاهلي على الرئيسيه والزمالك هو اللي على القناه الثانيه. ما هو التوجه برضه. ما هو اللي هو الاهلي ليه اشمعنى اسمه الاهلي؟ يا استاذ ابراهيم مش المشكله. بجد؟ هو الاهلي ليه اشمعنى اسمه الاهلي؟ والله في حاجات كتير الواحد كل ما يشوف الحاجات دي ها يعني يفتكر الاثنين اللي اتخانقوا ها على المصالح. فراحوا عند واحد هارون الرشيد مثلا عشان يحكم بينهم. فواحد اصر قال له هو لو ياخد قرش قال له اسمعوا اتصالحوا وانا هكافئكم انتوا الاثنين. مش معقول تفضلوا في هذه الخصومه. قال له بس بشرط نتصالح اللي تديه له اديله يعني ادي لي عدو مرتين. طب ما تتصالحوا ليه؟ فالتاني قال له انا موافق. فهارون رشيد قال له طب انت عايز ايه؟ قال له خزق لي عين. فخزق لي هو العينين. ما هو اذا فضلت بالمعنى ده قد تصل الى هذا. لانك مش انت مش بتشوف انت حقوقك فين، انت باصص الراجل ده بيحصل له ايه. الموضوع ما يمشيش كده ابدا يا جماعه، لانه بقى مضحك وكلام. انا هفكرك بواحد ما فيش داعي، صديق مشترك لينا راجل زملكاوي كان دايما وابدا من كتر مناكفته يقول لك هو اشمعنى الاهلي، اشمعنى الاهلي فانيلته حمراء بالكامل والزمالك خطين بس حمر، واخد بالك؟ انه كده مظلوم واخد خطين بس، لكن الاهلي فانيلته كلها حمر. يعني هو كان بيتريق ده طبعا. لكن من 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 فرط الاعجاب في اشمعنى الاهلي، لانه الحقيقه عمرو الصفت وهو بيتكلم بيقول لك ليه الاهلي والزمالك لما بيلعبوا في يوم واحد مباراه الاهلي تتذاع في اون تايم 1 والزمالك يخلوه يعني هو دي قالها ليه؟ لان استشعر ان الاقبال على المشاهده هنا اعلى من هنا، خلاص؟ هو مش واخد باله لو عكسنا الناس هتروح ورا الاهلي في القناه الاخرى. هي المساله انت هتروح في القناه اللي ماتشك متذاع عليها. والحقيقه يا جماعه ايه الميزه فيدي ولا الفديه؟ الكلام في الجزئيه ديت كلام اقرب لمنطق بطاقه التموين. اديت الاهلي ازازه زيت لازم تدي الزمالك ازازه زيت، ده كيلو سكر وده كيلو سكر. لا هو انا بقول لك اهو ده كلام غير طبيعي بالمره في عالم التسويق. هو في حد يغفل ويجهل انه النادي الاهلي صاحب الشعبيه الاعلى؟ القيم التسويقيه وحقائق السوق بتقول كده، ولو كابتن ابو العيله كان بيناقشه ومش مقتنع بوجهه نظره، بس كمان ما هو ابو العيله واحد من المتعاقدين مع اون تايم، لو سالهم في اداره هذه القناه عن حجم التعاقدات الاعلانيه في مباريات الاهلي ظاهره واضحه. فانتوا بتتكلموا في حقائق سوق وقيمه شعبيه، مش في قضيه مناكفه ومجادله ودايما وابدا اشمعنى الاهلي.